اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، اللي بيشرفنا فيها الكابتن عبد الله فاروق لاعب النادي الاهلي واحد المدربين في قطاع الناشئين في مراحل عمريه مهمه جدا بالنسبه لمستقبل الكره المصريه في الفتره الجايه ومستقبل الكره ايضا في النادي الاهلي بالنسبه للمرحله اللي جايه. كابتن عبد الله منور الدنيا واهلا بيك، منور قناه الاهلي. حبيبي يا حمد ربنا يخليك، منوره بيك وانا مبسوط جدا ان انا جيت معاك تاني النهارده، يعني بفرح جدا لما بشوفك، انت وحشني جدا اقسم بالله. تسلم لي يا رب. الله يخليك. طيب محتاجين نتكلم على المنتخب الاولمبي في الفتره الحاليه، هنتكلم عن الاهلي وهنتكلم عن المنتخب الوطني الاول ايضا، لكن المنتخب الاولمبي لانك سبق ليك قبل كده لعبت في منتخب الشباب اللي كان بيقوده ساعتها الكابتن اسماعيل يوسف في فتره سابقه، وعارف اهميه هذه المرحله والتعامل الجهاز الفني مع لاعبين في المرحله السنيه دي. تعليقك بشكل عام على اللاعبين في التصفيات الافريقيه في اول مباراتين امام مالي وامام غانا، ايه اللي استشفيته، ايه اللي شفته من هؤلاء اللاعبين، ثم هنتكلم بقى في تفاصيل فنيه في المباريات اللي تمت في الفتره السابقه. بص يا محمد، المباراتين اول مباراتين في البطوله الافريقيه باين قوي الروح، يعني روح المنتخب جميله جدا عاليه جدا. كابتن شوقي والجهاز اللي معاه عامل روح، خالق روح في المنتخب، يعني روح جميله. اللعيبه تحس اللعيبه بتخاف على بعض، اللعيبه في الملعب عندهم روح وقلب ان هم يكسبوا مش طبيعي، يعني حاجه تفرح فعلا، حاجه تفرح منتخب يفرح. اول مباراتين تكسبهم بالشكل دوت، دي حاجه يعني روح جميله، حاجه تفرحك انه وانت قاعد بتتفرج كده تحس فعلا ان في منتخب مصر، منتخب بلدك بيلعب، بتتشرف ان انت يبقى منتخب بلدك او المنتخب الاولمبي بتاع مصر بلدك، دول هم دول، يعني هم دول فعلا المنتخب الاولمبي، هم دول روح مصر، روح عندهم روح مش طبيعيه. قلت كده حتى في بدايه الحلقه وانا بتكلم في الانترو، قلت الروح والعزيمه دي فكرتني بالاجيال السابقه. وتحديدا جيل 2006 2008 2010. وكان البعض حتى وقتها كان يقول لك الفنيات مش عاليه بس عندهم روح وعزيمه وتحدي. بالظبط. ده مخلي منتخب مصر غير كل المنتخبات في الكره الافريقيه. بالظبط، هو ده اللي باين دلوقتي برضو، يعني مش انا اكيد مش هتكلم على كابتن شوقي فنيا، بس برضو الفنيات مش عاليه قوي، لكن الروح والعزيمه والاصرار على المكسب لا واضح وباين على اللعيبه، على اللعيبه في المنتخب. الفريق اجمالا شايفه ازاي؟ سواء جماعيا او حتى فرديا. بص من ناحيه فرديا انا شايف رمضان فارق كتير قوي مع المنتخب. يعني مستر فايرر مع النادي الاهلي حط رمضان في مكان بدا يرجع تاني لمستوى رمضان اللي احنا عارفينه قبل كده، فده المنتخب استفاد منه، انا شايف المنتخب الاولمبي استفاد منه بطريقه كبيره كده. فرمضان فارق مع المنتخب فرديا، رمضان فارق، مصطفى محمد يعني ما شاء الله برده فارق معاهم، اعتقد هما الاثنين دول اكتر اثنين ظاهرين في المنتخب الفتره اللي فاتت. جماعيا مقدمين بشكل كويس، يعني برضو الروح كويسه، بس في شويه ممكن يكون ضغط، يعني ممكن في شويه لعيبه ممكن تكون الضغط الجماهيري عليهم عامل نفسي عليهم، لكن في الحته الجزئيه اللي هي الديفنس في حاجات عايزه تتظبط شويه. يعني في شويه تظبيطات كده لازم تتظبط شويه، لان بانت في الماتش امبارح بشكل كبير تجانس، محتاج يتظبط شويه، يعني الاثنين المساكين محتاج يبقوا فاهمين بعض اكتر من كده شويه، محتاج يبقوا قاريين بعض اكتر من كده شويه، عشان خاطر بانت قوي امبارح في ماتش غانا. فلو دي اتظبطت هيبقى الشكل احلى بكتير. طيب ايه الجزئيه اللي انت ممكن تشايف ان المنتخب بيعتمد عليها لتحقيق الانتصار بخلاف الروح والعزيمه؟ لا، الناحيه الفنيه، ايه الحته اللي انت شايفها في المنتخب بيستفيد بيها فنيا بشكل كبير؟ زي ما قلت لك الكرات العرضيه المنتخب بيشتغل عليها بشكل كويس، ومصطفى محمد ما شاء الله يعني عنده جامب هايل، بيشترك في كل كوره، عنده قلب حديد اللي هو يقدر يخش مع اي حد ما بيخافش. اعتقد ان المنتخب معتمد على دي شويه، ومعتمد على رمضان اكتر برده شويه، رمضان بيروح يشتغل واحد ضد واحد كتير، وبيشتغل عرضيات كتير، وبيلعب مع الناس، فدول اكتر حاجتين المنتخب بيعتمد عليهم الفتره اللي فاتت اللي انا شفته. الجبهه اليسرى في المنتخب شفنا ابو الفتوح مع رمضان، وعايز اتكلم على ابو الفتوح تحديدا، لان ابو الفتوح فاكر وقت ما تم اختياره في القائمه المبدئيه لمنتخب مصر اللي هتستضيف بطوله افريقيا السابقه، كل كان ابو الفتوح لسه صغير وما بيلعبش، وازاي ما خدش عبد الله جمعه؟ انا شايف امبارح ابو الفتوح بالاداء اللي بيلعب بيه مع المنتخب الاولمبي ده، لو كان موجود في بطوله الامم الافريقيه كان فرق كتير، كان فرق كتير جدا. لا ما شاء الله، يعني ظاهر بشكل كويس، الناحيه الهجوميه عنده كويسه جدا، الناحيه الدفاعيه عنده كويسه، بيطلع يهاجم ما بيخافش، بيعمل كروسات. اعتقد ان هو يرجع من البطوله دي لازم يلعب في النادي بتاعه، لازم بالمستوى اللي هو قدام بالماتش اللي الماتشين اللي فاتوا. لا اداء هجومي عالي كويس قوي جدا، يعني
جونين، هو عامل كروسين بجونين لمصطفى محمد حقيقي. فيعني لا اداؤه هجومي هايل، والناحيه الدفاعيه برضو عنده مش وحشه كويسه. فلا يعني لو كان موجود مع منتخب كان فرق معاه اعتقد. عامل جبهه ناريه مع رمضان، مع رمضان، وسبحان الله في تجانس ما بين الاثنين. ما انا بقول لك يعني دي بقى ترجع للكابتن شوقي، الروح اللي هو خالقها ما بين اللعيبه، عامل تجانس ما بين ابو الفتوح ورمضان مش طبيعي. يعني من ناحيه الشمال عندنا مش طبيعي ما شاء الله، كل دقيقتين في هجمه من ناحيه الشمال سواء من ابو فتوح او من رمضان، فعاملين شكل كويس في المنتخب. عكس ناحيه اليمين، ناحيه اليمين بقى اقل شويه، الشغل عليها قليل شويه. اقل شويه بسبب ايه؟ انا مش شايف مثلا في هاف قدام كريم العراقي بالظبط. صح. يعني صلاح بيخش جوه كتير، ما بقاش في هاف، فكريم العراقي بيبقى لوحده في الناحيه دي، فاكيد مش هيقدر يكمل 90 دقيقه بنفس المستوى بنفس الاداء، فبتبقى اقل شويه. لكن تعالى ناحيه الشمال هتلاقي ابو الفتوح ورمضان على طول متواجدين، ده بيطلع ده بيروح ده بيقف مكانه، فمتفاهمين ومتجانسين مع بعض، فناحيه الشمال بتبقى اقوى شويه. ناحيه اليمين محتاجه هاف. امبارح لما نزل عبد الرحمن مجدي لقينا في برضه هجمات من ناحيه اليمين مش وحشه، يعني عبد الرحمن حسينا بالفعل لما نزل عبد الرحمن وكمل في اليمين. لما عبد الرحمن نزل حسيت بفرق، لقيت كريم بيزيد، عبد الرحمن موجود معاه بيعملوا شغل من ناحيه اليمين، فمحتاج هوف ثابت يشغل كريم العراقي شويه. طيب الدافع عبد الرحمن مجدي، والدافع باحمد ياسر ريان، والدافع بامام عاشور. تمام. الثلاث تغييرات امبارح كان لهم نصيب ونسبه كبيره جدا في الاداء الهجومي، ومنتخب مصر قلب النتيجه بعد ما كان خسران 2-1 ل 3-2. حتى هدف المكسب احمد ياسر ريان في الدقيقه 88 كان تغيير برضو في اللحظات الاخيره. الكابتن شوقي اعتقد بعد المباراتين ابتدى يشوف ان في عناصر او في شكل ممكن يكون افضل من الشكل اللي بدا بيه البطوله. ده بيبان. تتفق معايا في ده؟ طبعا بيبان في يعني بيبان في الماتشات. انا ممكن ببدا البطوله بشكل واثناء سير البطوله بغير الشكل، شايف ان الشكل مش مناسب، الشكل ممكن اغير الشكل هيبقى احسن. زي ما امبارح عمل، نزل احمد ياسر ريان بقى بيلعب بفرودين، فكروسات كتير بتعمل، الاوفرات اللي يعني الكورنر اللي عمله رمضان عمله بشكل هايل، طلع احمد على حتى بدماغه يعني شكل احسن يعني. فاثناء سير البطوله او اثناء سير المباريات عامه بتغير، يعني بتغير الشكل، مش لازم تثبت على شكل معين. طيب النهارده الكابتن شوقي غريب عمل محاضره فنيه مع اللعيبه، يمكن انا بتكلم معاك، التمرين بدا حوالي الساعه 8، بدا حوالي من ساعه الا ربع، واتكلم مع اللعيبه عن اهميه الفوز في مباراه الكاميرون وتحقيق العلامه الكامله. انت كسبان مباراتين وعامل 6 نقاط متاهل. تمام. سواء اول او ثاني، لكن ايه فكره ان يوصل رساله للعيبه لازم تكسب الكاميرون ولازم تعمل 9 نقاط؟ دي يعني اولا طبعا لازم يصعد اول عشان نصعد البطوله على طول من غير اي ماتشات تحسم البطوله، لان انا لو صعدت تاني هلعب مع المركز التاني هناك تالت ورابع، هلعب مع التالت ورابع على اللي يصعد. فانا لو صعدت اول هصعد على طول لاولمبياد طوكيو. لا لو صعدت اول لسه سيمي فاينل، بس انت هتلاعب فريق في المستوى الفني. انا بتكلم على الصعود للاولمبياد. ما صعود الاولمبياد بعد السيمي فاينل. بعد السيمي فاينل مش من المجموعه. طيب ماشي، يعني هلاعب فريق اقل اقدر فدي هتبقى ميزه. ثانيا يعني انا منتخب مصر وبلعب في بلدي ووسط جمهوري، فده الطبيعي ان انا لازم اكسب، لازم احقق العلامه الكامله. ده طبيعي، ده لازم يبقى عند كل واحد من اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي جوانا، لازم اكسب. انا بلعب في ارضي، بلعب في ملعبي، بلعب في بيتي. ما ينفعش حد يخش بيتي ياخد حاجه ويخرج وانا اسيبه. لازم ابقى عندي قلب وعندي روح ان انا في بيتي ما فيش حاجه تخرج مني، لازم اخد ال9 نقاط. فدي تبقى يعني حاجه كويسه جدا من كابتن شوقي، ميزه 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 كبيره جدا يعني. لازم اللعيبه تبقى حاطه في اعتبارها الكلام ده. طيب في جزئيه مهمه كمان، انت ممكن تكسب ال3 مباريات ب9 نقاط، ومش عايز اقول ده حصل مع المنتخب الاول وخرج من دور ال 16، بس برضه اللعيبه لازم تبقى عارفه جزئيه مهمه جدا، انت بتكسب ال3 مباريات ب9 نقاط عشان تصدر المجموعه وتصدر للمنافس اللي انت جاي عايز تكسب، بس مش مقياس للفرقه ان مرحله الدور نصف النهائي هتبقى سهله. لا طبعا. صح؟ لا طبعا، لان ده حصل مع المنتخب الاول للاسف. ما ده حصل مع المنتخب الاول، لكن مش لا يعني لازم ابقى عارف ان انا بلعب على انا خلاص صعدت، فعندي ماتش السيمي فاينل ده اهم من ال3 ماتشات اللي بتوع المجموعه. يعني انا الحمد لله ربنا كرمني كسبت ماتشين خلاص انا كده صعدت. عندي ماتش الكاميرون ماتش مهم برده ولازم اكسب، بس انا عندي ماتش اهم اللي هو بتاع السيمي فاينل اللي هيصعدني للاولمبياد، فده لازم من دلوقتي تركيزي في ماتش الكاميرون. اول ما ماتش الكاميرون يخلص لازم تركيزي يبقى على طول في ماتش السيمي فاينل، اللي دي الخطوه الاهم ايا كان مين هلعبه، ايا كان المنتخب اللي هلعبه قوي ضعيف اقل مش اقل،
لازم يبقى تركيزي من بعد مباراه الكاميرون على طول على السيمي فاينال، دي الاهم، دي اللي هتصعدني، دي اللي هتخليني اخد البطوله هنا في مصر. ايوه صح، مرحله النصف النهائي هتاهلني لطوكيو وتوصلني فاينل. وتوصلني فاينل بالظبط، وانا بقول لك على بلعب على ملعبي، بلعب في بلدي، والجماهير يعني ما شاء الله ما اعتقدش ان هي مش مقصره مع المنتخب. يعني الاستاد امبارح كان مليان بشكل كويس، فالجماهير مش مقصره، خاصه ان هي مرحله سنيه ما بيحضرش فيها جمهور كامل يعني. خالص ما بيحضرش فيها جمهور كتير يعني، في ناس تقول لك لا ده مش المنتخب الاول اهم مش لا يعني لا، بس الشكل دلوقتي احسن بكتير. ناس جماهير كتير بتروح، الاستاد بيبقى مليان، الشكل بيبقى حلو. امبارح بعد جون رمضان فرحه مش طبيعيه، الجمهور انا سمعت صوت يعني وانا قاعد بتفرج جسمي اشعر من الجماهير، فدي حاجه يعني حاجه جميله لازم تبقى حاططها في اعتباراتك، ان انت ان عندك الناس وراك بتيجي كتير، فلازم افرح الناس دي، لازم الناس دي ما تروحش زعلانه. اللعيب في السن ده بيحس بايه؟ يعني انت سبق ليك لعبت مع منتخب الشباب مع كابتن اسماعيل يوسف، واكيد لعيب صغير في السن يعني اكيد بتسال بتشوف بتتابع، اللعيب في المرحله السنيه دي بيفكر ازاي او بيحس ازاي بكل الاجواء اللي حواليه؟ بص، في بتبقى يعني عقليات، الطبيعه بتختلف من لاعب للتاني بالظبط، كل واحد ليه عقليته. انا عندي هدف يعني، انا في السن ده عندي هدف ان انا العب في فرقتي اساسي واحترف بره. في واحد تاني ما عندوش نفس الهدف، عنده عايز يوصل خلاص للمكانه اللي هو وصل لها وخلاص. فدي بتبقى عقليات، كل واحد وعقليته، كل واحد والمنتاليتي بتاعته. انا لما يبقى عندي هدف ان انا عايز اعمل كذا هعمل، ده تفكيري، هقعد مركز، هقعد افكر في الماتشات، هقعد اعمل لحد ما اوصل للهدف بتاعي. في بعض اللعيبه ما بتبقاش عندها نفس الهدف، فبتكتفي باللي هي فيه، انا منتخب اولمبي ومش عارف بيكتفي. طب ده لو اللعيبه حست بيه جوه المعسكر، يعني في لعيبه مركزه وعندها طموح وشايفه في واحد او اتنين يعني متساهلين شويه او القصه بالنسبه لهم، اكيد ده ممكن يحصل في اي معسكر. اكيد اللعيبه بتقفل على بعضها او بتتعامل مع بعضها ازاي؟ ده بيبقى دور بقى رمضان، دور كابتن الفريق طبعا. كابتن الفريق احنا يعني على طول بنبقى عارفين كابتن بالظبط، يعني احنا على طول بنلم بعض. اول ما بحس ان في معسكر ماتش مثلا بلاقي حد بيهزر حد بيضحك بتاع، لا كابتن فريق يروح جاي عامل اجتماع للفرقه، لا ده نركز عندنا وعندنا وعندنا، ابدا افكر الناس اللي هي مش مركزه او اللي هي فاكره ان هي مثلا ماتش سهل، او لا ابدا افكر ابدا اتكلم، لا نركز عندنا ماتش، اللي مش في مركز في الماتش يبدا يركز من دلوقتي، عندنا حاجه مهمه بكره، لازم نفرح ناس، لازم نعمل، لازم نكسب، احنا في ملعبنا. فده بيبقى دور كابتن فريق غير دور كابتن شوقي والجهاز اللي معاه شيتوس ومحمد شوقي وكابتن معتمد، يعني غير الدور دول. ميزه في الجهاز ان الكابتن شوقي سبق ليه ان هو درب مراحل سنيه زي دي، ودي مدياله خبرات اكيد من سنين، بل بالعكس ده المساعدين اللي معاه في الجهاز هو اصلا مررهم لما كانوا في المنتخبات الصغيرين قبل بالظبط. كمان شيتوس وشوقي مروا بالمراحل السنيه دي وكانوا لعيبه منتخبات اكتر من لعيبه انديه في الاول طبعا، فعارفين الجو في التوقيت ده وازاي يتعاملوا مع لاعبين صغيرين في المرحله دي وازاي يحطوا لهم طموح بالنسبه للمرحله دي، وسنهم مش كبير. وشيتوس وشوقي ده لسه مبطلين قريب بالظبط، فهتلاقيهم موجودين في الملعب، يعني هتلاقي اعتقد ان هم هيبقوا موجودين في ملعب مثلا في دور بالظبط في تقسيمه مثلا، بينزل يلعب مربعات مع الاولاد، فده بيقرب الجهاز الفني من اللاعبين. يعني دور شيتوس وشوقي مقرب الجهاز الفني بشكل كبير جدا مع اللعيبه، بتنزل تلعب معاهم، بتعرف تفكيرهم، بتنزل لتفكيرهم، بتعرف بيفكروا في ايه، بيتكلموا في ايه، فدي بتبقى ميزه كبيره، بتعرف تسيطر على اللعيبه، يعني بتعرف هم عايزين ايه وانت بتبدا تشتغل عليه، فاهم؟ فدي الميزه اللي في الجهاز الفني، ان عندي اثنين لسه مبطلين وسنهم مش كبير، فبينزلوا لتفكير اللعيبه، عارفين اللعيبه دي بتفكر في ايه، عايزه ايه، محتاجه ايه، فده يعني مهم جدا. طب ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك امبارح في المباراه؟ الروح ورد فعل كابتن شوقي. ورد فعل كابتن شوقي طبعا، شايف ازاي؟ يعني انا اول مره اشوفه في الحاله دي على فكره بالظبط. يعني كابتن شوقي كان ليه خبرات طويله ودرب انديه ودرب منتخبات سنين طويله طبعاً. وعنده خبرات كبيره جدا وان شاء الله يوفق مع المنتخب، لكن يا رب ان شاء الله. انا اول مره اشوفه مضغوط بالشكل ده، يعني زي ما قلت لك البطوله في ملعبي، البطوله في بيتي، والناس كلام الناس كتير يعني، انا لا ده منتخب في المباراه الاولى كان الاداء الفني ما كانش عالي قوي، فاعتقد ان كلام الناس كان كتير قوي في الفتره اللي فاتت، لكن بعد الاداء بتاع امبارح بتاع ماتش غانا اعتقد ان هو رد فعل طبيعي من كابتن شوقي، ان هو يعني دموع حتى متضايق شويه من الكلام اللي اتقال، طب اصبروا شويه يعني نشوف البطوله، فيعني
كان لافت للنظر حتى مع المنتخب. كان موجود قبل كده في 2001 في الارجنتين وسبق ليه دخل في غمار منافسات حتى بعد مباراه الارجنتين 7-1 ما كانش بالحاله دي. لكن امبارح بشوفه حتى بيعيط وهو بيستقبل مصطفى محمد بعد التغيير. حتى الحضن يعني حضن مصطفى محمد بدموعه باين قوي التاثير الكلام الناس عليه اللي هو يعني لا المستوى الفني قليل لا بس انا اثبت لكم ان المستوى كويس في روح في عزيمه في اصرار ان انا ابقى خسران واحد واتعادل وخسران 2-1 واتعادل واكسب لا في شغل باين وفي اصرار فاعتقد ان هو رد فعل طبيعي يعني من كاتشوي. احمد ياسر الرياني امبارح لما نزل في اخر 10 دقائق 12 دقيقه جاب هدف المكسب في الدقيقه 88 تتوقع ان ممكن الفتره الجايه يكون في تغيير في التشكيل والعناصر اللي نزلت امبارح واثبتت وجودها تبدا المباريات اللي جايه؟ لا لا انا يعني هو اعتقد ان كاتشوي شايف بشكل احسن مننا كلنا طبعا لكن هو شايف ان التشكيل ده هو الانسب في بدايه المباراه ولما بحتاج احمد ياسر بنزله لما بحتاج عبد الرحمن بنزله ورا يعني. بالظبط يعني لما بينزله وبعدين هو يعني واضح ان هم قاعدين على الدكه مركزين عارفين هم نازلين عايزين ايه هيعملوا ايه. عبد الرحمن لما نزل عمل شغل كويس واشتغل بشكل كويس جدا. احمد ياسر لما نزل مركز عارف هو عايز ايه واشتغل وجاب جون المكسب. فلا يعني ما اعتقدش ان هو ممكن في الماتش الكاميرون يبقى فيه تغيير او تغييرتين او ثلاثه يعني خلاص احنا صعدنا وبتاع فممكن يبقى فيه تغيير او اثنين راحت اللعيبه يعني بالظبط ممكن اريح اللعيبه او اثنين لكن ما اقدرش اغير شكل الفرقه خالص. طب حتى على المستوى خط الدفاع تتوقع يكون في تغيير حتى في الدفاع الفتره الجايه؟ لا يعني الدفاع ما اعتقدش هو ممكن يغير واحد من نص الملعب او واحد من قدام خصوصا انا عارف ان عمار خد انذارين فمش هيلعب ناصر اتصاب فهيبقى في واحد ثالث ده المكان ده تحديدا كل اللعيبه اللي في المكان ده مش موجوده حاجه غريبه مش موجوده ناظر اتصاب وعمار خد انذار الثاني امبارح واحمد حمدي قبل البطوله مش موجود واحمد حمدي قبل البطوله ومحمد محمود الصليبي الثاني يعني لا في المكان ده شكله كده في حاجه مش طبيعيه حاجه مش طبيعيه بالمنتخب. طب ايه الشعور اللي سيطر عليك امبارح بعد مباراه غانا؟ لا يعني حسيت فعلا يعني حسيت ان انا فخور فعلا بالمنتخب المنتخب الاولمبي بتاعي المنتخب الاولمبي بتاعنا حاجه كويسه عنده روح عنده حاجه عنده ميزه وروح واصرار وعزيمه انا ما شفتهاش بصراحه مع المنتخب الاول في بطوله افريقيا اللي هنا ده اللي فرق خلت الناس حتى مبسوطه بالظبط خلت الناس كلها بتتكلم ان في روح في عزيمه في اصرار في اللعيبه جوه الملعب بتموت نفسها عشان خاطر تكسب فده يعني انا حسيته في اللعيبه ما شفتوش في المنتخب تخيل بقى رمضان ده كان موجود في كاس الامم بالظبط يعني رمضان ومصطفى محمد وقلنا كلنا الكلام واحمد ابو الفتوح دول لو موجودين هتلاقي يعني اعتقد ان كان الشكل هيبقى مختلف يعني. اكيد طبعا. طيب القرعه خدمت مصر بمواجهه مالي في الاول المباريات طبعا رغم ان الكل كان بيرشح ان مالي توصل النهائي على فكره انا عارف بس لا يعني مالي كاسم اقل شويه من الكاميرون ومن غانا اقل من مصر طبعا الافتتاح فرق معاها يعني اداهم نسبه قلق شويه من المنتخب الجماهير اللي كانت موجوده برده اداتهم نسبه قلق شويه اللعيبه في بدايه الماتش وصلت القلق ده للمنتخب مالي فقدرت تسيطر على الماتش يعني ربنا كرمنا بالجون والحمد لله وكسبنا الماتش. انا بلاحظ حاجه غريبه شويه ان الناس ما اتفرجتش على كل المنتخبات او اللعيبه اللي في المنتخبات دي كويس لان انا ملاحظ ان الكل بيتكلم حتى فنيا على البطوله ديت ان الناس بترشح المنتخبات بناء على الاسم يعني الكل قال لك مالي فرقه قويه ومرشحه توصل طوكيو وتلعب في النهائي مالي خرجت من التصفيات خلاص. الناحيه الثانيه برده نفس الامر فريق كوت ديفوار الكل قال لك كوت ديفوار عندها امكانيات وقطاعات ناشئين الفتره الاخيره وامكانيات متميزه جدا خسرت النهارده من جنوب افريقيا وفازت على نيجيريا بركله جزاء. التقييم بقى بناء على اسم المنتخب مش بالمستوى الفني. ما يعني لعيبه المنتخب الاولمبي ما بتبقاش متشافه كتير فانا بقيم على اسم المنتخب منتخب مصر انا منتخب الكاميرون فالتقييم بقى على الاسم في المنتخبات الاولمبي والشباب وفي المنتخبات الصغيره دي بيبقى اعتقد ان التقييم بقى على الاسم لان اللعيبه ما بتبقاش متشافه بشكل كويس زي المنتخب الاول. بعدين تيم مش معروف قوي ممكن يكون في ناس غايبه لكن معروف من زمان المنتخب غانا عنده يعني قطاع ناشئين كويس جدا بس امبارح شفنا جيل امبارح يعني اللعيبه عندنا الروح والاصرار سيطرت على منتخب غانا قلقت منتخب غانا شويه في جزئيه كمان مهمه قوي الناحيه البدنيه انا امبارح المنتخب الغاني في الشوط الثاني وقع بدنيا المفروض الكره الافريقيه او المنتخبات الافريقيه اكتر حاجه بتميزها الناحيه البدنيه طبعا غانا امبارح بدنيا مش معقوله ما وقعوا كانوا واعيين باينين في اخر الشوط الثاني كانوا واعيين بدنيا المنتخب عندنا ما شاء الله واضح ان هم واقفين على رجلهم كويس لحد الدقيقه 94 بيجروا وشغالين كويس البدني بتاعهم هايل
فيعني دي علامه استفهام فعلا ان منتخب غانا بدنيا يقع. يعني معروف المنتخبات الافريقيه عامه الناحيه البدنيه عندهم اعلى، اعلى من هنا من عندنا، اعلى خاصه في منتخبات غرب افريقيا، كاميرون، غانا، السنغال، نيجيريا، المنتخبات دي. لكن علامه استفهام امبارح ان منتخب غانا ان يقع في البدني في الشوط الثاني، لا دي يعني كانت واضحه وباينه ان احنا منتخبنا كان اعلى من منتخب غانا في الناحيه البدنيه. طيب كنا لسه بنتكلم دلوقتي على مركز صانع الالعاب، وقلنا عمار حمدي غايب انذارين، وكان ناصر ماهر اتصاب، واحمد حمدي ما كانش موجود، ومحمد محمود هذا المكان تحديدا مش هيبقى موجود بكره حد فيه. ممكن يكون ده سبب ان الكابتن شوقي خلال المباراتين اللي فاتوا غير طريقه اللعب، ابتدى يعتمد على الاطراف اكتر. ممكن 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 في الماتش الجاي يغير، يعني ممكن يلعب بدفندرين ويلعب بثلاثه وقدامه فيرود. يعني ممكن، لان المكان ده يعني مش لاقي حد فيه، يعني في ناس كتير قوي اتصابت وناس اتوقفت، وعناصر مهمه، وعناصر مهمه جدا جدا. او طبعا فرقه مع المنتخب وفرقه مع الفرقه بتاعتها. فاعتقد ان ممكن يغير الماتش الجاي، يبدا يلعب بطرفين، صلاح عبد الرحمن بقى ورمضان، ويلعب بفيرودو تحتي واحد. يعني ده ممكن نشوفه الماتش الجاي. كمان طاهر محمد طاهر، وطاهر غيابه برضه مؤثر جدا، غيابه مؤثر جدا، فيرود او طرف كان مهم جدا طبعا، لعب كويس جدا وكان هيفرق جدا مع المنتخب الاولمبي. بس اعتقد اللي موجودين يعني الحمد لله سدين مكان طاهر شويه يعني. فبس هو لعب طبعا مهم جدا ومؤثر جدا مع المنتخب الاولمبي، لو كان موجود كان هيفرق كتير مع بس المنتخب. واضح ان الجيل ده كابتن عبد الله، لا جيل مميز. يعني حتى بيفكرني بالجيل بتاع 2001 و2003، اللي بعد كده حتى اتبنى عليه شغل 2006 لغايه 2010 بالظبط. يعني جيل مميز بس نحافظ عليه. جيل 2001 2003 و2001، وفي يعني جيل بتاع متعب 83 ده برده كان باين في منتخب في بطوله افريقيا، والمنتخب اللي بتاعهم واتبنى عليه زي ما انت قلت المنتخب 2006 و2008 و2010 معظمهم كانوا من جيل بتاع متعب. اعتقد ان الجيل ده برده هيكمل المسيره دي بقى، يعني هيبقى زي الجيل كده متعب بالظبط، يعني مع فيهم عناصر مميزه كتير كويسه جدا، فيهم لعيبه كويسه جدا هيفرقوا مع المنتخب الاول الفتره الجايه. المنتخب ده لو راح طوكيو باضافه ثلاث لاعبين من فوق 23 سنه في الدوره الاولمبيه، ممكن يروح لمسافه ابعد؟ ولا بلاش نتكلم على المرحله دلوقتي لما يتاهل الاول. يعني بس انا عندي احساس ان الفرقه فرقه تقيله، بس فرقه تقيله وعندهم الروح وعندهم اصرار ان هم يعملوا حاجه. فلو ربنا كرمنا ان شاء الله وتاهلنا، لا انا يعني احساسي ان هم يقدروا يعملوا حاجه ويوصلوا لمكان ابعد في اولمبياد طوكيو. خبرات الكابتن شوقي ممكن توصل المنتخب ده لمرحله ابعد؟ طبعا طبعا. كابتن شوقي زي ما انت قلت في الاول، منتخبات اولمبي، منتخبات شباب، منتخبات ناشئين، منتخب اول، مسك منتخب اول. فعنده من الخبرات ان هو ياخد المنتخب ده لمكان احسن بكتير من اللي هو فيه موجود فيه دلوقتي. طيب الصعود لطوكيو بعد المستوى اللي انت شفته لغايه دلوقتي، سهل ولا صعب؟ بالاداء والروح والعزيمه بتوع امبارح، ومستوى البطوله بشكل عام سهل سهل سهل. يعني هو مش مفيش حاجه سهله. مش هتيجي الا بالشغل، مش هتيجي الا بالروح والعزيمه والاصرار اللي احنا شفناه امبارح. لو العزيمه والاصرار دول موجودين الماتشين الجايين او الثلاثه اللي جايين، انا هاخد البطوله دي وهصعد طوكيو. لو العزيمه والاصرار والروح والقلب اللي كانوا موجودين امبارح موجودين الفتره الجايه، لا هاخد البطوله وهصعد طوكيو. طب البطوله لو مش على ارضنا، كنا على نفس الشكل ونفس المستوى ده، ولا عامل الارض مرجح كفه منتخب مصر؟ يعني شويه مش كتير مثلا. يعني لا مش نسبه كبيره، يعني هو عامل الارض مش نسبه كبيره، لكن الاداء اللعيبه في الملعب لا يعني فارق. يعني لو كان البطوله في اي مكان تاني، لا كنا ان شاء الله برضو كنا هنعمل ماتشات كويسه وكنا هنصعد وكنا هنكسب. زي ما بقول لك، طالما اللعيبه عندهم الروح والاصرار والعزيمه ان انا اكسب، خلاص هكسب. طيب المستوى الفني للبطوله، يعني مقارنه منتخب مصر بالمستوى الفني للبطوله، عندك الكاميرون وغانا ومالي في مجموعات، المجموعه الثانيه فيها نيجيريا، فيها كوت ديفوار، زامبيا، جنوب افريقيا. احنا اقوى ولا في منتخبات في المجموعه الثانيه برضو قويه؟ انا شايف، انا اللي انا شايفه دلوقتي ان احنا منتخب مصر اقوى منتخب في الثمانيه اللي موجودين فنيا وبدنيا اللي انا شايفه. لكن ما اعرفش الفتره الجايه ممكن بيحصل ايه، لكن اللي انا عارفه ان في انديه ما رضتش تبعت اللعيبه بتاعتها المنتخبات الافريقيه. قالوا لا منتخب اولمبي لا مش هنبعت، فممكن ده يكون مؤثر شويه عليهم. لكن اللي انا شايفه دلوقتي منتخب مصر فارق عن المنتخبات اللي موجوده كلها، يعني اعلى منه. اكبر دليل على كلامك حتى النتائج النهارده بتتلعب في المجموعه الثانيه، يمكن جنوب افريقيا فازت على كوت ديفوار 1-0، بقت جنوب افريقيا عندها 4 نقط، وكوت ديفوار 3 نقط بعد الفوز على نيجيريا. فجنوب افريقيا 4 نقط، كوت ديفوار 3. زامبيا ونيجيريا المفروض بيتلعب في التوقيت الحالي، المباراه 1-1
انا كان 1-1 في الشوط الاولاني ولغايه دلوقتي خلصان الشوط الثاني 1-1 فنيجيريا حامل اللقب لو خلصت المباراه كده هتبقى نقطه واحده بس زامبيا هتبقى نقطتين فبتتكلم 4 نقط 3 نقط نقطتين نقطة. فالمستوى متقارب بالظبط في المستوى يعني المستوى في المجموعه الثانيه اقل شويه من المجموعه حتى نزل هدف اقل بالظبط من المجموعه المجموعه اللي فيها مصر المجموعه اللي فيها مصر يعني زي ما بقول لك هي مصر فرقه فعشان كده كسبانه 6 نقط عندها 6 نقط كسبانه ماتشين مأديها بشكل كويس فلا يعني منتخب مصر فارق الفتره دي عن المنتخبات الثمانيه اللي موجودين طيب سؤال بقى مهم جدا متعلق بالمرحله دي النتاج اللي احنا فيه ده او الشكل اللي فيه المنتخب ده نتاج قطاع ناشئين ولا اللعيبه دي عشان كلها بتلعب في الانديه في الفرق الاولى ده النتاج النتيجه اللي احنا شايفينها ده اولا قطاع ناشئين قطاع ناشئين كويس اشتغلوا كويس من تحت طلعوا من تحت كويس ومزود عليه ان هم بيلعبوا مع الانديه بتاعتهم الفيرست بتاعهم الفريق الاول بتاعهم بيلعبوا فواخدين الخبرات فعشان كده شايف الشكل ده لكن في الاساس قطاع الناشئين كان شغالين عليه كويس من تحت ف يعني من الاساس قطاع الناشئين الاساس طبعا قطاع الناشئين طب لو كان الاساس قطاع الناشئين بس اللعيبه دي ما لعبتش في الفريق الاول اعتقد ان هم كان هيبقى في شويه رهبه في شويه خوف من الجماهير شويه بالظبط هتبقى الثقه اقل شويه لكن هم عشان في لعيبه كتير لعبت مع الانديه بتاعتها بجمهور ولعبت في افريقيا فعندهم الثقه في نفسهم اكبر دليل يعني. كمان على كلامك يا عبد الله احنا بنتكلم عن نجم المباراه امبارح كان مين رمضان صبحي اخر 3 4 سنين من 2015 تحديدا نسبه مشاركته مع الاهلي في البطولات الرسميه ومع المنتخب الاول كانت نسبه كبيره طبعا فلسه مش محتاج يتعرف ولا تشوف خبرات ولا لا وبعدين بقى له كتير يعني ما شاء الله بقى له كتير وبعدين سافر بره لعب احترف بره واحترف في انجلترا ولا يعني ما انا بقول لك الثقه يعني عشان لعب وهو صغير والثقه بتاعته موجوده بيلعب مش خايف مش قلقان من الجمهور بالعكس ده هو بيحافظ الجمهور ده لما جاب الجون التاني هو حافظ الجمهور بطريقه مش عارف بالظبط رد فعله كان عالمي انا كنت خايف عليه اقول لك رد فعله كان عالمي فلا يعني في اللعيبه اللي لعبت عندها ثقه في نفسها عندها ثقه ان هي هتكسب فده فارق طبعا التجميع اللي عملها الكابتن شوقي دي ممكن تكون خدت منه وقت ولا حظه كويس ان التيم ده كله بيلعب في الدوري فمتشاف بالظبط هو دي يعني ما هي ما خد يعني ما اعتقدش ان هي خدت وقت لان كلهم بيلعبوا كله بيلعب مع الانديه بتاعته كل واحد في المنتخب الاولمبي بيلعب مع النادي بتاعه فريق اول يمكن واحد او اثنين اللي ما بيلعبوش لكن بقيه الفرق كلها بتلعب فكان الامور سهله بالنسبه له شويه اسهل شويه بالنسبه له طيب الجزء الاهم كمان مباراه الكاميرون الكاميرون منافس قوي وحتى في المباراتين السابقتين حتى اتعادل مع غانا بس كان هو المتقدم مباراته مع مالي كان هو الاعلى وكسب هل تتوقع الكاميرون في مباراتها مع مصر هتفكر في الترتيب في المركز ولا هي خلاص عايزه توصل سيمي فاينل فعلى الاقل يكفيها التعادل لان لا قدر الله او مش يعني مصر لو كسبت الكاميرون ولو غانا كسبت مالي نسبه الاهداف ممكن تصعد غانا مكان الكاميرون فبرضه الكاميرون لسه نسبه تاهلها مش 100% لا الكاميرون ما اعتقدش ان الكاميرون هتنزل تفكر في تعادل او لا الكاميرون هتنزل تفكر في مكسب انا عايز اكسب عايز اصعد اول عشان الاعب الضعيف في المجموعه الثانيه بالظبط ما كل فرقه هتفكر في كده انا عايز اصعد أول عشان الاعب الفرقه الاضعف شويه في المجموعه الثانيه عشان اصعد لطوكيو فاعتقد ان الكاميرون هتنزل بالقوه الضربه بتاعتها مش يعني ما اعتقدش ان هي هتغير او هتفكر في اي حاجه غير المكسب عارف كمان في جزئيه مهمه كون ان مصر لازم تكسب لان انت لو كسبت وطلعت اول مباراه السيمي فاينل على استاد القاهره المباراه الثانيه هتبقى في استاد السلام تمام فمهم جدا تلعب مباراتك في استاد القاهره في ملعبك في الملعب اللي انت متعود عليه في الملعب اللي انت لعبت عليه اكبر كثافه جماهيريه بالظبط اكبر كثافه جماهيريه زي ما انت بتقول فمهم جدا ان انا اكسب الماتش الجاي لان الكاميرا هتنزل عايزه تكسب فلازم انا اقابلها بنفس القوه يمكن اقوى كمان لازم انزل ابين لها ان انا عايز اكسب واكسب الماتش عشان العب سيمي فاينال على ملعبي والعب الفاينال ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكسبه والعب الفاينال على ملعبي برضه فدي هتفرق يعني لازم انزل ابقى مركز قوي ان انا اكسب تمام طيب في جزئيه متعلقه بقى بفكره الاسماء الرنانه اللي كانت في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي وازاي المنتخبات استفادت بيها لو بنتكلم من الاول جيل 2001 كان وائل رياض شيتوس وكان محمد شوقي وكان احمد ابو مسلم الجيل اللي جه بعد كده الاهلي في قطاعات الناشئين بعد 2001 جيل 2003 احمد متعب وكان في شريف اكرامي تمام جيل 2005 حسام عاشور كان هو كابتن ساعتها منتخب الشباب اللي كان بيقوده كابتن محمد رضوان فبنتكلم عن عاشور بنتكلم عن الشناوي بنتكلم عن اكرامي نعم بالظبط بنتكلم عن الاجيال السابقه رمضان صبحي دلوقتي كريم نيدفيد قبل كده الاسماء الرنانه دي
دورها في المنتخبات ازاي حتى مع اللعيبه اللي بتبقى لسه جايه او بتلعب في انديه اقل جماهيريه او اقل حتى في المستوى الفني؟ بص الحمد لله رب العالمين طول عمر النادي الاهلي بيغذي المنتخبات والانديه كلها، انديه مصر كلها باللعيبه بتاعته. يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما شاء الله بيغذي كل الانديه اللي موجوده في مصر والمنتخبات. ده حقيقي. يعني انا لما كنت في المنتخب بتاعي منتخب الشباب كنا 9 لعيبه من النادي الاهلي، من النادي الاهلي في التشكيل الاساسي. مش مثلا في 2 لعيبه بيلعبوا والباقي لا، كنا 9 لعيبه من النادي الاهلي في التشكيل الاساسي، وكان المدير الفني بتاعنا كابتن اسماعيل يوسف نادي الزمالك. فيعني طول عمرنا كده، طول عمر النادي الاهلي كده. زي ما انت قلت برضو شيتوس وكان وشوقي ساعتها، وكان يعني كان جيل كان برضو اعظم معظمهم حوالي 5-6 من التشكيل الاساسي من النادي الاهلي. مظبوط. جيل متعب نفس النظام، عاشور برضو جيله نفس النظام. يعني الجيل بتاعنا احنا كان الشناوي وكان عندنا برضو هذا جيل عاشور، كان عاشور وشيكابالا وعبد الله الشحات وعبد الله السعيد. ايوه بالظبط. الجيل بتاعنا كان احنا كان الجون الاساسي محمد الشناوي والجون الاحتياطي احمد عادل عبد المنعم، الاثنين بتوع النادي الاهلي. يعني المنتخب الجونين بتوع النادي الاهلي الاساسي والاحتياطي. الاساسي والاحتياطي الشناوي واحمد عادل. واحمد عادل. فطول عمر النادي الاهلي بيغذي المنتخبات وبيغذي الانديه كلها. في قطاع الناشئين الحمد لله ماشي بشكل كويس جدا، اللي هو يعني المنتخبات ما تقلقش. اي يعني انا بقول المنتخبات ما تقلقش، قطاع الناشئين في النادي الاهلي في لعيبه كويسه جدا تقدر تشتغل في المنتخب بشكل يعني بشكل ممتاز جدا. طيب نموذج زي محمد صلاح ممكن يكون عندنا نموذج زيه في منتخب الاولمبي دلوقتي، ولا النموذج ده هو بيشتغل على نفسه فبيتطور فبيبقى زي محمد صلاح؟ هو بيشتغل على نفسه. بس مين عندنا زيه يعني او في المنتخب ممكن يبقى زيه؟ احنا يعني رمضان لو كان يشتغل، يعني اعتقد ان هو لو كان يشتغل الفتره اللي فاتت على نفسه اكتر شويه كان هيبقى زي محمد صلاح وممكن يوصل لمحمد صلاح. لكن يعني مين عندنا يبقى زيه دي اعتقد ان هي عدت شويه في المنتخب الاولمبي، عدت شويه السن 23 سنه فعدت شويه، عايزه تشتغل على نفسك من بدري شويه. من بدري؟ من بدري 17 18 19 سنه تبدا تشتغل على نفسك. لو اشتغلت على نفسك بشكل كويس في السن ده تقدر تعمل محمد صلاح تاني وتالت ورابع. طيب هو احنا هنتوقف هنا عند جزئيه المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي عنده مباراه ان شاء الله مع الكاميرون يوم الخميس، مباراه مهمه جدا باذن الله. نتصدر المجموعه ثم نواجه ثاني المجموعه الاخرى في مرحله الدور نصف النهائي، وهتبقى خطوه قبل التاهل لاولمبياد طوكيو. ثم بعد ذلك بقى نتكلم على المباراه النهائيه وفكره الفوز بالبطوله، بيبقى فوز شرفي لكن في الاساس بالنسبه لاي منتخب اولمبي في المرحله دي هو التاهل لاولمبياد طوكيو. طيب انتقل للحديث عن المنتخب الاول، وقبل ما اتكلم عن المنتخب الاول طبعا انا قلت خبر في البدايه عن اصابه محمد صلاح ومش هيكون موجود في الفتره الجايه مع المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر. تاكد رسميا ان محمد صلاح غيابه هيكون حوالي 10 ايام عن التدريبات الجماعيه، وهيكون موجود في الفتره اللي جايه في مرحله استشفاء تجهيز علاج طبيعي للمرحله اللي بعد كده عشان يكون جاهز مع نادي ليفربول بعد الاجنده الدوليه. طيب كابتن حسام البدري محظوظ ولا غير محظوظ بغياب صلاح عنه في الفتره الحاليه؟ غير محظوظ طبعا. محظوظ؟ لا غير محظوظ. غير محظوظ. طبعا محمد صلاح بيفرق مع اي حد. محمد صلاح ما شاء الله شفناه في ماتش مانشستر سيتي يعني كان حاجه، او اعتقد ان هو لعب ماتش السيتي وهو كان مش سليم 100%. مش كان سليم لان كان عنده نفس الاصابه دي قبل كده، بس كانت موجوده وما كانش سليم 100% ولعب. فلا محمد صلاح حتى اسمه بيفرق، يعني اسمه موجود في الملعب بيقلق الفرقه اللي قدامك شويه. وليه ما يكونش كابتن حسام محظوظ ان يشوف اكتر من عنصر بديل؟ ما انا يعني بلعب تصفيات مش بلعب ماتشات وديه. فانا محتاج اكسب. محتاج اكسب طبعا. انا بلعب تصفيات مش ماتشات وديه. لو بلعب ماتشات وديه اقول لك ممكن اشوف واحد واثنين وثلاثه، لكن انا بلعب تصفيات فعايز اكسب. وبعدين مصر كلها مستنيه من كابتن حسام البدري منتخب قوي. أكيد. منتخب زي 2006 و2008 و2010. فاعتقد ان كابتن حسام محتاج لكل واحد موجود في المنتخب. محتاج محمد صلاح ومحتاج تريزيجيه ومحتاج اللعيبه كلها عشان يبان الشكل. المنتخب بتاعنا منتخب قوي عشان انا بلعب تصفيات فعايز اكسب عشان خاطر اصعد تصفيات. ما بلعبش ماتشات وديه. فانا شايف ان هو غير محظوظ بصراحه بعدم وجود محمد صلاح غير محظوظ. مين ممكن يكون بديل لصلاح في المباريات القادمه؟ ماتش كينيا رسمي وماتش جزر القمر بعدها باربع ايام. هما يعني الماتش امتى؟ ماتش الخميس الجاي. على فكره في نفس يوم توقيت ماتش مصر والكاميرون. بس يعني هو الساعه 6 والاولمبي الساعه 8. ممكن نستلف في رمضان؟ احنا عايزين نستلف رمضان ومصطفى وريان. لا يعني يعني لا يعني ان شاء الله ربنا يسهل كابتن حسام يشوف البديل الانسب لمحمد صلاح ان هو يقدر يبقى موجود ويقدر يغطي الحته دي. يعني لان كمان من سوء حظه، وانا بقى سوء حظه ان كمان حسين الشحات كطرف ايمن
مش جاهز للمباراه في مباراه ليبيريا. بالظبط كان مصاب الفتره اللي فاتت، فما اعتقدش ان هو جاهز 100%. ووليد سليمان مش موجود في المنتخب، عشان كده بقول لك غير محظوظ. يعني ان شاء الله، يعني هو كابتن حسام يعني عنده من الخبرات برضه قادر ان هو يغطي الحته دي ان شاء الله. طيب ماتشين كينيا وجزر القمر شايفهم ازاي؟ هي تصفيات رسميه بس المستوى الفني، انا كجهاز فني عايز اكسب طبعا عشان اتاهل طبعا. لكن انا استفيد من المباراه دي ازاي؟ انا محتاج، يعني انا زي ما انت بتقول انا محتاج اكسب، بس محتاج برضو في نفس الوقت يعني الفنيات تبقى شكلها حلو عشان خاطر الناس مستنيه من كابتن حسام زي ما بقول لك مستوى فني عالي. الناس مستنيه عايزه ترجع 2006 و2008 و2010 تاني، فمستنيه كتير من كابتن حسام. فكابتن حسام اعتقد ان هو يعني هيشتغل ان هو لازم يكسب طبعا، وهيشتغل في حته الفنيات شويه ان هو يبين شكل منتخب مصر احسن من الماتشين اللي فاتوا الودين اللي هو لعبه. الصعود هيبقى سهل؟ يعني مش قوي، هيبقى هتلاقي يعني هم فرقتين اقل اسم منك شويه، بس هتلاقيهم في الملعب فهتلاقي يعني بس هتلاقي فرق ممكن ترخم عليك شويه، لكن هم اقل منك طبعا في الاسم كتير، لكن هيرخموا عليك في الملعب شويه يعني. فانت محتاج تبذل مجهود اكبر شويه بالذات في بدايه المباريات، يعني بالزبط. تجمع نقاط في اول على الاقل اربع مباريات، اول على الاقل اول اربع مباريات او حتى المباريات اللي على ملعبي كلها لازم اكسبها. تسع نقاط على ملعبي بالظبط، دول لازم اخدهم. عندي تسع نقاط على ملعبي دول لازم اخدهم، وبعدين ابدا اشوف بقى الثلاث نقاط من بره نقطه بتاع، يعني انا لازم اكسب. طب الاختيارات الاخيره اللي خدها الكابتن حسام في المنتخب شايفها ازاي؟ يعني هي شغاله بشكل كويس في الانديه بتاعتها، يعني اللعيبه اللي كابتن حسام خدهم شغالين بشكل كويس، يعني عاملين شغل كويس. حاسس ان بيبني جيل جديد؟ اعتقد ان هو بيبني جيل جديد ومستني المنتخب الاولمبي يخلص عشان يكمل بقيه البناء بتاع الجيل. يكمل يعني ممكن ياخد كم الاولمبي؟ لا انا يعني المنتخب الاولمبي هياخد عدد كويس، هياخد عدد كبير، مش هياخد عدد قليل، يعني مش بالهين، يعني ان هم في لعبه كويسه جدا تستحق ان هي تلعب في المنتخب الاول. ترشح مين مثلا؟ يعني عندي رمضان، عندي مصطفى محمد، اكرم توفيق شغال بشكل كويس، احمد الفتوح طبعا شغال بشكل كويس جدا، احمد ياسر ريان موجود، صلاح محسن لو شد شويه، يعني صلاح ممكن مظلوم بالمركز اللي بيلعب فيه، ممكن يعني هو ممكن مركزه ما يكونش هو المركز اللي بيرتاح فيه اكتر، فعشان كده مش باين بالشكل اللائق بيه. لو ممكن لو بيلعب في مركزه ممكن يبقى باين بشكل احسن يعني. طيب حارس المرمى محمد صبحي ده ممكن كمان يكون في المنتخب الاول؟ يعني هو ظاهر بشكل كويس جدا وهو جون كويس جدا، بس عندنا برضه في المنتخب الاول في جون كويس، محمد الشناوي واحمد الشناوي في شناوي وشناوي وعواد وابو جبل بالظبط، ففي جون كويس يعني، فاعتقد ان فرصته تبقى قليله شويه، لكن هو جون كويس، جون كويس جدا وظهر بشكل كويس في الماتشين اللي فاتوا. طيب اصابه حمدي فتحي يعني جايه في توقيت للاسف سيء جدا، لان حمدي كمان لسه بيبدا مشوار الدولي ومباراتين مع كابتن حسام بجونين وهم مجونين المكسب طبعا، تمام، سواء بتسوانا او حتى ليبري، مجات اصابه هتبعده مش فتره قليله طبعا، لسه الجهاز الطبي ما اعلنش الفتره قد ايه، بس اصابه الغضروف انت عارف بتروح مثلا من شهر ونص لثلاثه بالظبط، من شهر ونص لثلاثه، من شهر ونص لثلاثه على حسب العمليه الغضروف بتاعه، حسب العمليه وحسب حالته هو كمان بالزبط. واستعداده وتاهيله كمان في الجزئيه دي. فشايف اصابه حمدي ازاي في التوقيت ده، وكان هيبقى عنصر جديد في وسط ملعب منتخب مصر ايجابي اكتر من المرحله السابقه لما كان في لعيبه بتلعب في المكان ده؟ صح زي ما انت قلت، يعني لو كان موجود لو موجود الفتره الجايه كان هيبقى عنصر جديد ايجابي وفعال مع المنتخب، لانه حمدي برضو يعني ديفندر وبيجيب جوان ومكسبك ماتشين زي ما انت بتقول. لا وهو كان شغال مع النادي الاهلي برضو بشكل كويس جدا، والنادي الاهلي الجمهور زعلان جدا اعتقد ان هو هيفتقده بشكل كبير، فيعني لا اصابته مش يعني هو مش محظوظ شويه في الفتره دي، بس يعني الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويشتغل على نفسه اسرع ويرجع اسرع يعني ان شاء الله. طيب في جزئيه مهمه كمان وانا بتكلم على المنتخب، المطلوب من الجهاز الفني المرحله الجايه بعد حتى مباراه كينيا والجزر والقمر لما يلعب مباراه وديه يعلى بالمستوى الفني ولا يفضل في نفس المستوى ده؟ لازم يعلى بالمستوى الفني، لازم اشوف انا وصلت لحد فين، شغلي وصل لحد فين، ما انا مش هفضل في المستوى ده، ما انا لو فضلت العب في المستوى ده ما انا مش شغلي مش هيبان. انا بكسب بأدي بشكل كويس، لكن لما اجي اعلى بالمنتخبات بقى هلعب منتخب اقوى شويه، هلعب منتخب اقوى، هيبان الشغل بتاعي اذا كنت انا شغال كويس وانا مش شغال كويس. لما بلاعب مثلا جزر القمر مش زي ما بلاعب غانا، لما بلاعب مثلا فرقه من اوروبا، زي ما بلاعب فرقه، في كل مرحله بيبان شغلي. شغلي بيبدا يبان واحده واحده، فلازم اعلى بالمستوى شويه، لازم اعلى بالمستوى الفني عشان ابان شغلي اذا كان انا شغال كويس ولا محتاج حاجه او ناقصني حاجه،
عشان ما تصدمش حتى كده لما اوصل لتصفيات كاس عالم في شهر مارس الجاي لما اوصل عارف انا وصلت بطوله افريقيا برضو ما تصدمش يعني اعلي تصنيفي بالظبط. فلا لازم نلعب المستوى الفني شويه في الماتشات اللي قدام. مين المدارس اللي تحب تواجهها؟ مدارس افريقيه ولا مدارس اوروبيه؟ يعني اعتقد ممكن ناخدها واحده واحده يعني ممكن ناخد مدرسه افريقيه شويه افريقيه الاول بعد كده ابدا افكر في مدرسه اوروبيه او لاتينيه اه بالظبط يعني هيبقى شكلها احسن او هيبقى الشغل بتاعي هيبدا بان شغلي في الملعب مع اللعيبه اللي موجوده معايا فيعني اعتقد يعني ناخدها واحده واحده احسن يعني واحده واحده طيب اختم معاك بقى الحوار وانا بتكلم عن النادي الاهلي وختامها مسك احنا بنتكلم عن النادي الاهلي وده اللي بيهم بالتاكيد جمهور النادي الاهلي في المرحله الجايه وعندي كام سؤال ليه كده بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله الجايه. فتره توقف داخلين في حوالي اكتر من شهر وللاسف التوقف يعني جاي في توقيت مش كويس لان الاهلي كان كيرفي كان عالي جدا وعامل اداء متميز افريقيا وحتى ومحليا. الجهاز الفني حاليا يعني اهم حاجه يتعامل فيها في المرحله الثانيه اللي هي دلوقتي من النهارده لغايه يوم 25 نوفمبر 25 بنتكلم في فتره حوالي 12 يوم 12 يوم او 13 يوم يشتغلهم بكذا مباراه وديه يهيئ اللعيبه ازاي يتكلم معاهم في ايه يحضروا ازاي للمرحله الجايه لان كمان كان بيشتغل في معسكر الامارات بشكل مختلف في اليومين اللي فاتوا فاكيد كل مرحله ليها متطلبات مختلفه عن الثانيه. بص انا شايف المعسكر الامارات ده جه في وقته محتاج اخرج اللعيبه شويه من حاله يعني مش عايز اقول ملل ان هو التمرين بالتمرين معسكر بقى فيه شويه فاني فيه شويه ضحك هزار خروج مثلا معسكر تمرين كويس فيعني لا يعني اعتقد ان معسكر الامارات جه في وقته. الفتره الجايه محتاج العب ماتشات وديه كتير من وجهه نظري طبعا محتاج العب ماتشات وديه كتير محتاج اجهز الناس اللي عندي كتير لان انا عندي في ناس في المنتخب الاول عندي ناس في المنتخب الاولمبي ربنا يبعد عنهم الاصابات فهيبقوا راجعين مجهدين جدا فابدا اجهز البديل بتاعه يبقى جاهز عشان لو لا قدر الله حصل حاجه لعيب مجهد لعيب لا قدر الله حصل له حاجه اتصاب زي مثلا حمدي فتحي اتصاب فلازم اكون مجهز البديل بتاعه ماتشات وديه كتير يعني محتاج ماتشات كتير ان العبها الفتره الجايه عشان البديل يبقى جاهز ابدا اخش الدوري وانا اللعيبه بتاعتي ال 30 لعيبه اللي عندي كلهم جاهزين ما اقفش على حد او ما يعني لو حد لا قدر الله حصل له حاجه يبقى عندي البديل جاهز على طول فانا محتاج كتير ماتشات وديه الفتره الجايه يعني. طيب انت بعد التوقف وهترجع على الدوري يوم 25 نوفمبر ضغط ماتشات غير طبيعي ما هو عشان كده بقول لك لازم اعمل ماتشات وديه كتير عشان الناس ال 30 لعيب بتوعي يبقوا جاهزين هيبقى الضغط ماتشات وانت اصلا جايب اللعيبه من المنتخب جايه مجهده لان هم عندهم ضغط ماتشات برضه يعني المنتخب الاولمبي بيلعب كل 3 ايام او كل يومين ماتش فاللعيبه هتبقى راجعه مجهده المنتخب الاول زي ما انت بتقول عندهم ماتش وبعديها باربع ايام ماتش فبرضه اللعيبه وسفر فهتبقى برضه راجعين مجهدين فلازم يبقى البديل جاهز لان انا خلاص الدوري هيرجع زي ما انت بتقول كل 72 ساعه ماتش فمحتاج اللعيبه كلها تبقى جاهزه كلها تبقى فورمه واحده تبقى فورمه عاليه عشان ابدا اكمل اللي انا بداته. طيب في جزئيه بقى فنيه وانت كنت لاعب ليك دور في الخط الدفاع مركزك اتغير كتير وحتى اتكلمنا في ده في الحلقه السابقه لكن خليني في حته الدفاع اكتر. فايلر مع الاهلي في المباراه اللي لعبها كان في تميز في الخط الدفاعي وكان في صلابه وقوه في الخط الدفاعي وبخبرتك وانت لعيب كباك او كلاعب لعبت في المركز الدفاع كتير في فترات سابقه شايف الصلابه وقوه خط الدفاع جايه بناء على ايه؟ وقفه تخصص شغل فكر جهاز فني طريقه لعب مساعده شغل كويس يعني هو اعتقد ان هو اشتغل على الدفاع كويس برضه الميزه اللي الاهلي كان فيها الفتره اللي فاتت لما بيفقد الكره كان بيجيبها بسرعه فدي مريحه الديفنس مريحه الدفاع لما انا افقد طول ما الكره معايا انا مش قلقان من دفاعي الدفاع مرتاح بالظبط مرتاح جدا لكن لو الكره مش معايا بقى بس هو اعتقد ان هو اشتغل على الدفاع كويس الوقفه كويسه التنظيم بتاع الشكل الدفاعي كويس وزي ما بقول لك الكره لما بتبقى معايا لما بفقد الكره بجيبها على طول ودي ميزه افقد الكره اجيبها على طول خلاص دي بقت ميزه كويسه جدا هتبقى موجوده معايا الكره موجوده معايا على طول فشغال اللعيبه كلها شغاله فالدفاع مرتاح فدي اعتقد مديها قوه للدفاع النادي الاهلي. طيب المدرب بقى لما بيعلم مستوى اللاعب اللي معاه او بيشتغل عليه بشكل تخصصي اكتر في التدريبات بيشتغل عليه فتره قد ايه او ايه الجرعات التدريبيه اللي بيديها له عشان يعلم المستوى او كده لان احنا في فتره قصيره جدا شفنا اجايه جاي من اصابه وبعيد تماما كمستوى وظهر بشكل متميز رمضان صبحي انت لسه بتتكلم الفينيش بتاعه اتغير الفتره الاخيره خالص. حسين الشحات بعد موسم ماضي الكل كان بيتكلم عليه للاسف بشكل غير جيد يعني حسين لا يمكن احنا عارفينها بس بيثبت للناس لا يا جماعه انا صفقه كويسه هنا في مدرب بيشتغل مع اللعيبه
بس الفتره القصيره دي ايه اللي قدر المدرب يقوله للعيبه في فتره زي ديت؟ استوعاب اللعيبه كويس. الاستيعاب ده مهم طبعا كمان. الاستيعاب ده مهم جدا. الحاله النفسيه ما بين المدرب واللعيب اهم حاجه. يعني انا لو الحاله لو انت لو لو يعني مش كوره مش فنيات بس مش لا فنيات في حاجات تانية معاك. اه بالظبط. لا في حاجات تانية كتير. يعني انا لو نفسيا بيني وبين المدرب الدنيا مرتاحه كويسه هيبقى الاستيعاب بتاعي اعلى بكتير. فبالتالي هنفذ اللي هو عايزه فبالتالي هتبقى المده اقصر. لما طول ما انا بيني وبين المدرب العلاقه كويسه لا هفهم يعني هشتغل بسرعه. المده بتاعتي هتبقى اقصر. اللي هو عايز يوصله هيوصله بسرعه. مش هياخد وقت. فعشان كده زي ما انت قلت اللعيبه اللي انت قلتها دي كلها ظهرت بشكل كويس لانه واضح ان هو المدير الفني بتاع النادي الاهلي بيعامل اللعيبه نفسيا كويس. نفسيا كويس. هو سنه كمان قريب يعني. بالظبط. ما انا بقول لك طول ما ان سنه قريب هتقرب من اللعيبه هتقرب من تفكيرها. في المدربين في اوروبا دلوقتي. بالظبط. فدي عامله شكل كويس يعني اللي هو حتى احنا شفنا ده حتى في تشيلسي يعني فرانك لامبرد. شوف مع تشيلسي دلوقتي بالظبط يعني في لعيبه في الملعب كونتي قبليه اعلى منه. خبرات ساري اعلى منه طبعا. ومع ذلك فرانك لامبرد مع تشيلسي بيلعب كوره احسن ما ساري كان موجود مع تشيلسي. بقول لك في لعيبه في الملعب كانت بتلعب مع لامبرد في الملعب. وهو ما هو طول ما هو نازل هو سنه قريب منهم فاعتقد ان هو موجود في الملعب على طول معاهم عارف ان تفكيرهم في ايه عارف هم عايزين ايه. يعني بص طول ما اللعيب مرتاح نفسيا او طول ما اللعيب اللي هو عايزه انت بتعمله له قبل ما هو ما يطلبه هتاخد منه احسن حاجه في الملعب. فاعتقد ان هو مستر فيرا شغال في النواحي النفسيه بتفرق كتير. بتفرق كتير جدا. طيب مباراه النجم الساحلي مش عايز اقول كويس المباراه في رادس لان رادس او سوسه يعني الحمد لله الاهلي نتائجه في الناحيتين الحمد لله ماشيه بشكل كويس. ممكن يكون في استثناءات في سنه او اثنين لكن ايجابيا انت هناك في تونس الحمد لله عامل نتائج كويسه. لكن مباراه النجم كمستوى فني وبطوله افريقيه واول مباراه في المجموعات بهذا المستوى القوي الاهلي والنجم ودول لعبوا قبل كده نهائي افريقيا كتير. كذا مره. بالظبط. شايف المباراه فنيا ازاي وانت راجع من توقف مش رجلك في الملعب مفيش مباريات يعني ما اعتقدش ان هي هتبقى فنيه عاليه شويه اكتر من انها تكتيكيه او من انها جماهيريه. جماهيريه ان انا عايز انا عايز حاجه معينه من الماتش ده فهروح اخده وامشي. فما اعتقدش ان هي هتبقى فنيه عاليه لسه. لسه الفرقتين بيسخنوا. بالظبط. هيبقى لسه الفرقتين في بادئين من توقف فهيبقى المستوى الفني هيبقى قليل شويه. لكن التكتيكيه هيبقى انا اعتقد ان الناحيه التكتيكيه هتبقى اعلى بكتير في المباراه دي يعني. اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يكسب يا رب ان شاء الله. متوقع يكون في اهداف كتيره في المباراه زي دي ولا المباراه هتبقى مقفوله؟ لا ما اعتقدش ان هيبقى فيها اهداف كتير يعني هيبقى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بس مش ما اعتقدش ان هتبقى فيها اهداف كتير يعني تبقى الدنيا مقفوله شويه هيبقى النجم مقفل شويه والنادي الاهلي هيبقى برضه واخد حذره شويه فما اعتقدش ان هتبقى فيها اهداف كتير يعني. هتبقى اجواء جديده على فايلر شمال افريقيا والكره في تونس والمغرب الجزائر اجواء جديده بس اعتقد في النادي في ناس وصلت له يعني كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز اللي معاه الناس وصلت بالظبط يعني هتلاقي ناس وصلت له وهتلاقي برضه اعتقد ان هو اتفرج على ماتشات كتير فيديو وحاجات كتير فيعني هتبقى جديده عليه بس مش هتبقى جديده قوي لان هو هيبقى خد فكره عن الموضوع يعني انا ما استبعدش ان هو كمان دور على مباريات الاهلي مع الفرق التونسيه وشاف الاجواء هناك بالظبط بالظبط ممكن هو من نوعيه المدربين اللي بيذاكر قوي اي اجواء هو فيها ما دي ميزه مدرب شاطر بيذاكر كتير طول المدرب بيذاكر بيبقى الامور سهله بالنسبه له فاعتقد ان هو ذاكر كتير وعارف الماتشات واتفرج على ماتشات اهلي كتير في تونس سواء مع النجم او مع الترجي او مع الصفاقسي فاعتقد ان هو اتفرج فهتبقى الامور بالنسبه له يعني ان شاء الله تبقى سهله وبسيطه ويقدر ناخد اللي احنا عايزينه ان شاء الله هناك. كلمه اخيره بقى تختم بها حوارك. انا بشكرك جدا والله ان انا موجود معاك النهارده انا مبسوط انا ببقى مبسوط جدا وانا معاك يعني عايز اقول لك ان انت يعني اعلامي شاطر جدا حبيبي بتعرف يعني عارف اللي هو انا يعني ببقى مرتاح وانا قاعد معاك يعني انا والله العظيم ببقى مرتاح جدا انا بحب جداً. اسمع لك واحب اتكلم معاك في الكوره انك لا انا ببقى مرتاح فترة جدا مع جيل يعني. انا على المستوى الشخصي من اسعد ايام حياتي كشغل وكحياه كمان التعامل مع الجيل بتاعكم بصراحه لا يعني انا والله ببقى مرتاح وانا قاعد معاك جدا ببقى عارف اللي هو بطلع اللي في قلبي وانا قاعد معاك يعني فانت يعني حاجه اعلامي شاطر جدا وانا بحبك جدا اقسم بالله فيعني اتمنى التوفيق بقى للمدينه ان شاء الله فروتو وشكري وشهاب وشهاب ومحمد سمير ومحمد سمير واحمد عادل والشناوي يعني كنا انتوا 6-7 طلعتوا مع الفريق الاول مع تريكا وبركات ومتعب واحمد حسن واحمد فتحي ولا والجمعه لا يعني
الحمد لله كان يعني الحمد لله كان كنا لينا نصيب مع الجيل الكبير الذهبي ده. انا كان ليا نصيب حلو ان انا اشتغلت مع وكنت موجود في تغطيه الفرقه العظيمه دي. انا يعني توفيق عبد الله ان شاء الله وشغلك في قطاع الناشئين الفتره الجايه كمان نتمنى ان انت توصل لمرحله اكبر من كده ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لك يا رب ككادر تدريبي داخل النادي الاهلي. حبيبي محمد ربنا يخليك. شكرا لك عبد الله. شكرا جزيلا. فقره فنيه كانت مهمه جدا مع احد نجوم القطاع الناشئين في النادي الاهلي سواء كلاعب او كمدرب. كلاعب حتى في الفريق الاول ظهر بشكل طيب جدا في الفترات السابقه والنهارده كانت فرصه طيبه لانه لعب في منتخب الشباب مع الكابتن اسماعيل يوسف في فتره سابقه نسمع منه وجهه نظره ورايه في الجيل ده ازاي بيفكر ازاي بيكون عنده طموح للوصول لابعد من كده وازاي يحقق ارقام قياسيه او يوصل لبطولات افريقيه وبطولات عالميه واولمبياد طوكيو بالتاكيد اكبر حدث عالمي هي الاولمبياد فبالتاكيد نتمنى يا رب التوفيق لمنتخبنا الاولمبي في التاهل الى اولمبياد طوكيو نتمنى التوفيق ايضا كمان للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه مباريات وديه استعداد للفتره القادمه وان شاء الله هذه الفتره يكون الجهاز الفني استفاد بها قدر الامكان رغم الصعوبات اللي واجهها الفريق في التوقيت الحالي الى هنا بشكر حضراتكم والتقي بكم ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي ليله لكن بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين والفقره الحواريه الاخيره مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل امين الكاتب الصحفي في الاهرام.